قبل الدخول في تفاصيل هذه الحلقة، لا تنسى الاشتراك بقناتنا شبكة رادار سبورت وتفعيل زر الجرس ليصلك جديدنا. محمد صلاح هرب، محمد صلاح هرب، شده دندن يا صلاح، مول يا صلاح. كلاعبون قاموا بتحويل الركلات الحرة إلى ركلات جزاء، حيث قاموا بتسجيل أهداف خيالية من ضربات ثابتة. في هذا الفيديو سوف نعرض عن أكثر الأهداف المسجلة التي جاءت من ضربات حرة. تسديدة صاروخية من بيكهام يسكنها في الشباك، تسديدة صاروخية من رونالدينهو وهدف صاروخي، تسديدة عابرة للقارات من إبراهيموفيتش، الألماني أوليفر وهدف صاروخي من هذه التسديدة، ميسي وتسديدة على طريقته الخاصة يسكنها في الشباك، تسديدة صاروخية من هذا اللاعب الألماني، بريفان يسدد هذه الكرة ويسكنها في الشباك، انظر إلى هذه التسديدة من هذا اللاعب، باولينو وهدف صاروخي، تسديدة من نصف الملعب من اللاعب ديروخان، هوجو الميديا يسدد هذه الكرة، اللاعب الفرنسي باييه وتسديدة عابرة للقارات، هدف عالمي من بيكهام، هدف خرافي من إبراهيموفيتش من منتصف الملعب، انظر إلى هذا الهدف، هدف صاروخي من رونالدو من هذه التسديدة، شاهد هذه المجموعة من التسديدات، النهاية. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة شبكة رادار سبورت، فلا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، وأيضا مشاركة الفيديو مع أصدقائك. إلى اللقاء.